المرأة العربية تبني مستقبل منطقتها. للسنة السادسة على التوالي يجمع منتدى المرأة العربية والمستقبل نساء بارزات ورائدات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، سيدات أعمال، مبادرات أو أنتربرينورز وصاحبات قرار تكبر مسؤوليتهم مع التحديات التي تواجههم. والأبرز في الموضوع أنه هالسيدات لا يتحدثن عن مساواة بين مرأة ورجل، بل عن كفاءة وضعت كل شخص بينهم في موقع المسؤولية التي هي فيها. أغلب مجالات الحياة ما في فرق بين الرجل والمرأة، يعني احنا هذا الكلام تعدينا من زمان. اليوم الكفاءة تتكلم، ولكن في نفس الوقت ما ننسى ان هناك ان المرأة ما اخذت حقها بالسابق، ان المجالات كانت مغلقة في وجهها. الابداع والابتكار ما في شيء اسمه ست ورجل، ما في. اليوم اهم معمارية ومفكرة بالعالم هي ست. بأمريكا وبأوروبا صار في ناجحين كتير ستات بالموضة، وthis gives incentive لأنه الموضة نحنا منحب الموضة، منفهم الموضة، يعني ما بدها كتير، بنعرف إنه إذا منبيع قميص نعمل مصاري. هيدا عم بيشجع كتير الستات والنسوان بالبلاد العربية كمان to start their own businesses. شغلتين لازم نعملهم عشان نوصل. الشغلة الأولى إحنا بحاجة إلى قوانين تسمح للمرأة وتشجعها على أنها تنخرط في هذه المجالات لا وتوصل بعد. قصص نجاح في مختلف الميادين جمعت المشاركات في منتدى المرأة العربية والمستقبل. نساء يبرهن مرة إضافية أن القرارات الجريئة التي اتخذها عدد منهم جعلت ما يبدو ظاهريا مستحيل أمر ممكن. نساء جعلنا من عمل المرأة شراكة حقيقية في بناء الوطن.